معانا ام ريم. صباح الخير يا ام ريم. صباح النور يا دكتور. اهلا بيكي. اهلا بيك يا دكتور. لو سمحت يا دكتور، انا كنت عايزه اسال حضرتك عن حاجه. تحت امرك. انا اثناء الدوره الشهريه ومن بعد ما ولدت اول مره بيديني بألم شديد جدا في جنب اليمين. تولد اول مره طبيعي ولا قيصري؟ طبيعي. طب هتاخدي ايه لمنع الحمل؟ باخد برشام. مش مركبه لولب يعني؟ لا. طب حضرتك الوجع ده بعد بعد الولاده قبل كده ما كانش موجود خالص؟ لا ما كانش موجود، هو طيب. من بعد ما ولدت على طول. انت والده بقالك قد ايه؟ بقالي سنه ونص. طب عملت سونار بعد كده ولا ما عملتيش؟ لا ما عملتش خالص. الولاده كانت ولاده طبيعيه، ما فيش اي مشكله؟ اه. الحمل كان فيه اي مشاكل؟ لا ما كانش فيه اي كان فيه حاجه. كان فيه اورام ليفيه؟ كان فيه اي حاجه؟ لا ولا اي حاجه. عند حضرتك كام سنه؟ عندي 27. هرد على حضرتك تحت امرك. طبعا هو وجود الام مع الدوره دايما ده بيكون ده الطبيعي في اغلب الدورات، بالعكس احنا ساعات كتير بنقول وجود بعض الالام مع الدوره ده علامه ان في تتابع الهرموني الطبيعي في الدوره، وده يدل ان احنا غالبا عندنا احتمال اكبر ان يكون التبويض طبيعي. اذا كان حدث تغير في الدوره بعد الحمل، اذا كان هذا التغير فعلا ملحوظ زي ما حضرتك بتقوليه، قد يكون سببه تغير الهرمونز مع الولاده والحمل، لان مع فتره الحمل والرضاعه مع الحمل والرضاعه في تغير في الهرمونز، وبالتالي هذا التغير قد ينتج عنده اختلاف في شكل الدوره والاعراض المصاحبه للدوره. دايما بنقول السيده في كل فتره من حياتها دورتها ليها شكل وليها انتظام بطريقه معينه، اذا انتظمت في هذه الفتره بخلاص يبقى هو ده الطبيعي بتاع حضرتك وده العادي، ما تقلقيش خالص ان ده النورمال. ودايما من اهم الفواصل او اهم نقط الفاصله دايما في حياه السيده هو فتره ما بعد الولاده واثناء الرضاعه، فده طبيعي جدا وما تقلقيش خالص ومفيش اي مشكله، بس يا ريت نعمل سونار حتى نتاكد مفيش كيس على المبيض، مفيش ورم ليفي صغير ما كناش شايفينه قبل كده، هم اللي مسببين هذه الاوجاع.